انا جاي استاذ علي، ايه اللي حصل بالظبط؟ انت كنت جاي المنطقه هنا، ايه اللي حصل؟ انا جاي من عملي وراكب الميكروباص، فطبعا لينا صوت جامد جدا، فكرنا ان في عربيه وقعت من اعلى كوبري لحد ما ارتجع، خدت بالك سعادتك، وقلنا دي اكيد عربيه، فطبعا لينا يعني الصوت جامد جدا، لقينا عربيات بتقف، العربيات بتقف، المواطنين وناس بتجري، قلنا قالوا ده حادثه. طب بصينا كده، قال لك ده في حادثه اتوبيس سياحي، قال لك يعني ايه؟ قال لك ده في حد ضارب اتوبيس سياحي. جريتوا على الاتوبيس؟ يعني انتوا سمعتوا الصوت، جريتوا على الاتوبيس؟ تمام. الميكروباص كله ابتدى يجري على الاتوبيس، على المكان ده، في ناس واقفه طبعا، ناس بتتعامل مع السياح وهكذا، حاولوا انقاذهم يعني. اه بالظبط كده، وناس من الغرفه. عربيه الاسعاف جت بعد وقت قد ايه؟ لا، وعربيه الاسعاف موجوده لانها تحت اسفل كوبري المرتين. ابتدت تتعامل معاهم، ابتدت تسحبهم الى، يعني كان الحظ من نصيبهم لان عربه الاسعاف كانت بالقرب منهم. في اه ما ده هنا ما يعني مكان للعربيتين ثلاثه، علشان يعني للدائري، يعني لاي ظروف او اي حادث للدائري بيبقى في عربيه ثلاث عربيات. انت كنت مارر ولا يعني كنت جاي من العمل وسمعت الضجه دي؟ لكن انت مش من قريب من المنطقه يعني، ما تعرفش السور اللي حصل كان فيه العبوه النسيفه دي تبع ايه؟ لا 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 اعلم، احنا لقينا كده والناس ودوشه ولقينا ناس. شكل الاصابات كان ايه؟ يعني الناس متبهدله ودم وريك شمس العربيه، يعني كانت الاصابات خطيره؟ اكيد طبعا، اكيد.